درجة الحرارة وبعد كده درجة سيليسيوس.
عدى قسم الهبوط، اول حاجه في الهبوط سيادتك هتتعامل مع ال سي دي، ومعروف ان ال سي دي بيبقى لها جزء انشرايزيشن قبل مين؟ قبل المين، وقلنا ان الجزء ده عباره عن ايه؟ 12 سم. طيب انا هروح اخد الجزء الديكلاريشن اللي هم ال 12 جمله دولت، وبعد كده هبدا بيه المين. اول حاجه منطقه حاجز المكسر انا مش عارف هحتاجه ولا لا، بعد كده هبدا اتكلم على الجزء الانشرايزيشن والانشرايزيشن للهاردوير اللي سيادتك هتستخدمه. هاردوير اولا هتستخدم بورتات. طيب ايه البورتات اللي عندك؟ بورت بي وايه؟ بورت بي وبورت ايه؟ بورت بي مش محتاج تظبطها، لان البورت بي اوريدي الانشرايزيشن اللي انت عملته هنا خلاص هي ظبطت. محتاج بس انك تظبط مين؟ بورت ايه؟ طب بورت ايه بالنسبه لك دخل ولا خارج؟ دخل. يبقى انا هروح اقول له حط لي والله في الريس ايه؟ حط لي فيها 0 اكس اف اف. وعشان على فكره بعد كده عشان تبقى عارف ديفولت البنات اصلا ان هي داخل، ديفولت البورتات داخل. طيب انت عايزها بقى داخل انالوج ولا داخل ديجيتال؟ داخل انالوج. طالما هيبقى داخل انالوج كان في ريجستر هو المسؤول عن تحديد الداخل ده يبقى انالوج ولا ديجيتال، كان اسمه كيبوت. فعندي ريجستر اسمه اي دي كون واحد هو اللي كان بيحدد لك هو ديجيتال ولا انالوج. الريجستر ده هو عبارة عن 16 بنت احتمالات اللي هم مسؤولين عن تحديد البورت ايه انالوج ولا ديجيتال. ده من ضمنهم الاحتمالات السادة اللي احنا خدناها اللي هي سادة الاحتمالات 6 و7 فدي كلها ديجيتال. طيب الانالوج اي احتمال من 6 و7 فهي انالوج، ولكن حسب الداتا شيت اللي موجودة دول عندك في الكتاب ال 16 احتمال دولت بيحددوا ايه؟ وانا عندي 8 شانل انالوج، 8 شانل. الثمانية دولت ممكن كلهم مش عايزهم ديجيتال او كلهم انا بقى. فده لو حطيت فيه مثلا لو حطيت فيه صفر فدي معناها ان البنات كلها انا الثمان بنات دي كلها انا حطيت فيها مش عارف مثلا 11 دي معناها ان البنات دي مش عارف ثلاثه ديجيتال وخمسه انا حطيت فيهم مش عارف كام اربعه ديجيتال واربعه انا ما هو مش شرط الانا الثمانيه يكونوا شغالين ممكن تبقى انت عايز اثنين بس بالاضافه الى اتفقنا ان من ضمن الحاجات اللي بتحدد في الاكيوسي وضع الفي ريفرنس سالب والفي ريفرنس موجب. فمن ضمن الاحتمالات موجوده طب انت الفي ريفرنس سالب وموجب هتاخدهم منين؟ هل هتاخدهم بالنيات الباور؟ فطبعا لما احط صفر دي معناها ان الثمانيه انا شغالين والفي ريفرنس موجب وسالب بالنيات باور. ولا انت ناوي تاخد الفي ريفرنس موجب على احد البنات وبالتالي بقوا سبعه شامل، ولا تاخد الفي ريفرنس سالب كمان على البنات بقوا سته، ولا تاخد ايه؟ احتمالات تقدموس تيبل كتيره موجوده، شوف انت ناوي تعمل ايه. طيب ثانيا انا هنا مفيش عندي امر تاني مش محتاج بورت ايه، خلاص سيت ان انا احطها كلها صفر، فدي ايه دي يكون واحد زيرو، سوري دي يكون واحد صفر، البنات كلها انالو، الفي ريفرنس موجب وسالب متاخده من البنات الباور سبلاي، وعشان تبقى عارف ان الديفولت بورت ايه ومين هم انالو. يعني انا اصلا من غير ما اكتب الاثنين دول كنت ممكن ابدا برمجه مباشر لان الديفولت الانشاليزيشن بتاع البورت البورتات كلها ده بورت اي واي ده وانا ماشي نكمل بقيه الانشاليزيشن. في ايه تاني هتعمله انشاليزيشن؟ مظبوط ال سي دي ال سي دي انشاليزيشن عملها ازاي؟ الحمد لله الحمد لله اللي هي ال سي دي اندر سكور مينت ده اللي اسمها ال سي دي اندر سكور مينت ودي اللي بتعمل انشاليزيشن ودي عشان اعمل انشاليزيشن دي ال سي دي دي درس المفروض بقى نبدا البرمجه هتعمل ايه؟ هبدا احاول ان انا ادش بس انا مش هعمل اي حاجه بس احط درجه الحراره واعرضها هحاول ان انا ادش ازاي؟ ده اللي اسمها اي دي سي اندر سكور بي وبحط ما بين قوسين رقم الشادر اللي انت مدخل عليها الاشاره. طب انت مدخل الاشاره على الشادر على الار بي 0، الار بي 0 دي اللي هي كانت مين؟ الار بي 0 حسب الداتا شيت هي نفسها الاي ام 0. فالاي ام 0 يبقى بتتحط هنا رقم 0 دي رقم الشادر. طب هو لما يحول انا في ديجيتال هيرجع الداتا في صوره ايه؟ ديجيتال اللي هو ايه؟ رقم المستوى بتاع التحليل. رقم مستوى اللي هو المفروض هيتقرب من 0 لحد 1023 يبقى انا هاجي هنا كده احط الليزر من 0 ل 1023 يعني اروح افتح له ليزر الليزر ده موجب وسالب ولا موجب بس؟ موجب بس موجب بس
صحيح انتجر ولا فلوت؟ صحيح. عايز من 8 بت ولا 16 ولا 32؟ حسب 16. طب من دول 10 13 ده اصلا احتماله لحد 1023 10 بت يبقى على الاقل كام؟ 16. يبقى اروح اقول له افتح مخزن اسمه unsigned integer اسمه رزق. طبعا كل الحاجات اللي انا بحددها كتير كده عشان الاوبتمايزيشن اللي هكمل منه ساعات تيجي تكتب برنامج تكون الاي سي اللي انت بتبرمجها صغيره شويه الميموري محدوده الفلاش محدوده فخمس ست مخازن كده الصوت يقول لك ايرور انك عملت الميموري سايز غير كافي فانا دايما بعمل اوبتمايزيشن لحاجه من المخازن اللي انا بستخدمها. طيب هو دلوقتي لما احاول انا اشتغل رجع لي داتا التحليل وحطوا لي في مخزن اسمه ريزلت فاصبح الريزلت في رقم المستوى هتعمل ايه بعد رقم المستوى؟ احاول احضره في 4 8 ولا كده خلال رقم المستوى ده هقدر استنتج قيمه الجهد اللي قبله فاكر عملناها ازاي؟ ضربناها في قلنا ان انا اقسم 5 فولت بتوع التحويل على ال 1023 مستوى فلما قسمت ال 5 فولت على ال 1023 اداني 4.88% ملي فولت ده اللي هو رقم المستوى. هاخد بقى ناتج التحويل اللي هو الريزلت ونضربه في مين؟ في رقم المستوى يدينا جهد المستوى اللي هو نفس جهد مين؟ الاشاره الادم الكلام ده انا شرحته بالتفصيل المره اللي فاتت. يعني الجهد الادم اللي انت عايز تحصل عليه هو عباره عن الريزلت اللي انت جبته مضروبه في 4.88% من الفولت ده على اعتبار ان الفي ادم ده هيبقى بالملي. خلاص انا بقى معايا الجهد الفي ادم طبعا 4.88 في الريزلت ده القيمه هتبقى فلوت يبقى انا هطلع اعرفه هنا اقول له عندك فلوت مخزن اسمه الفي ادم اتفضل. بقى دلوقتي معايا الجهد الادوي. القصه اللي انا عملتها دي هتسري على اي سنسور. القصه دي هتمشي على اي سنسور وظيفه نوع. الاختلاف بس اللي هيحصل القيمه دي ممكن تتغير بناء على انت فارق ال 1023 من الدين 0.5 ولا فارقها منين؟ هي دي القيمه اللي ممكن تتغير لكن بالاداء. بعد ما سيبك هسيطر على الفي ادوي اللي جاي بقى ده هيتغير بناء على الترانسفير فانكشن بتاعت السنسور. هو السنسور ده بيطلع ايه؟ والله السنسور ده كل 10 مللي فولت بيخرجه لما بيقيس درجه. يبقى لما بيقيس في ادب درجه الحراره كام؟ يبقى انا اقدر اقول من هنا ان التمبريتشر هي هتبقى عباره عن الفي ادب مطلوبه في واحد الكلام ده مقسوم على 10. التمبريتشر هي الفي انالوج في واحد الكلام ده مقسوم كده اصبح عندي درجه الحراره واعتقد ان هي المعادله الوحيده اللي هتتغير بناء على الترانسفير فانكشن بتاع السنسور. السنسور ده بيتغير كام او الترانسفير فانكشن بتاعه بقى عندي المخزن اللي اسمه تم في درجه الحراره وبالتالي اروح فيه كمان اعرف هنا عندي مخزن فلوت اسمه تم. طيب هي الفي انالوج كانت بالملي فولت هل دي بالملي؟ بس عشان بس ابقى عارف الوحدات ما تطلعش كلها مش مظبوط. بقى عندي دلوقتي سنتر في درجه الحراره بخلاف انك انت عايز تعرضها انا ممكن اخش في شويه تشيكات بقى والله لو درجه الحراره زادت عن كذا هعمل ايه ولو زادت اكتر هعمل ايه ولو قلت خلاص بقى معايا درجه الحراره الفعليه اللي خدتها. طيب هتعمل ايه بقى بعد درجه الحراره؟ هعرضها عشان اعرضها على الشاشه. هتعرضها على الشاشه ازاي؟ هل هينفع اعرض قيمه رقميه مباشره على الشاشه؟ يضطر ان انا احولها لقيمه حرفيه. هتستخدم انهي فانكشن؟ هي الستريم مظبوط اللي هي الفلوت ستريم. استخدم الفلوت ستريم ليه؟ اصل التمبريتشر دي عباره عن يبقى انا هروح افتح مخزن واقول له فلوت تو ستريم حول درجه الحراره لسي ستريم مثلا او تمبريتشر ستريم حولها للقيمه اللي انا هعرفها. وده هيتطلب مني ان انا اروح افتح مخزن هنا عشان الديسك. الديسك دي هتبقى فلوت ولا كاركتر ولا سترينج؟ سترينج. عندنا ديكلاريشن اسمه سترينج. لا كاركتر بس لو عملتها تقريبا سترينج. طيب هتبقى كاركتر عرضها كام خانه؟ كام؟ 15 عرضها يبقى 15 هي لو انت بتبقى 7 ولو فلوت تبقى 15
يبقى انا اروح اقول له هنا كاركتر مثلا اسمه ديسك عباره عن 15 خلاص كده اتحولت درجه الحراره في مخزن اسمه ديسك جاهز للعرض. يبقى انا اروح اقول له ايه؟ ال سي دي اوت كرر على الصف الاولاني العمود الاولاني اكتب كلمه تمب بيساوي عايزك تمب بيساوي وبعد كده بعديها اقوم رايح كاتب ال سي دي اوت عايز اكتب بعديها درجه الحراره فبدل ما اقعد اقول تمب تي اي ام بي بيساوي اكتب مكان رقم 6 فانا ممكن بسهوله جدا اشيل الكلام ده واكتب اقول له كيرسور بوزيشن اكتب الديسك اكتب وراها طيب وبعد ما كتبت دي وراها عايز تكتب مين؟ الديجري الدرجه الدرجه دي بقى هتعملها ازاي؟ اصل الدرجه دي مش موجوده في الكيبورد لو انا عايز اكتبها مش موجوده مش عارف بعض الاحيان بتبقى انت عايز تعمل بعض الحروف زي الالفا والبيتا والجاما دي مش موجوده عشان حاجه زي كده بقوم راجع ايه الداتا شيت بتاعت ال اس دي هتلاقي فيها علامات خاصه كتير لو انت عايز تعملها بشوف بقى الحرف اللي انت عايز تعرضه وبشوف الاسكي كود بتاعه بس هي عايز حرف زي الدرجه الانجليزي فلما اروح ادور في الداتا شيت الاقي الداتا شيت ان الاسكي كود بتاعه هو عباره عن دي اف 6 الاسكي كود بتاع هذا الحرف هو دي اف 6 فانا هروح اقول له ال سي دي كاركتر بوزيشن 0 اكس دي اف اكتب حرف بس ما تدوش الحرف اديت له الاسكي بتاعه اروح ادور في التيبلز بتاع ال سي دي عشان اشوف الاسكي كتبنا درجه محتاج ان انا اكتب سيليزيوس يبقى ال سي دي كاركتر كيرسور بوزيشن اكتب سي حكايه الدرجه طيب الكلام ده هنكتبه مره واحده عايزه تكتب اكتر من مره يبقى احط الكلام ده فين؟ في الواي يبقى اجي هنا مثلا بحط الواي واحد وادي فتح قوس الواي وادي قفل الواي وادي قفل الواي طيب بس الكلام ده المفروض اي اهل بيشتغل في الدنيا مش عمال يحاول فانا هعمل ايه؟ ديلي مثلا التسريب هعمل هنا ديلي ملي سكند نص ملي في مثلا كل نص ثانية اعمل ابديت لدرجة الحرارة كل ثانية كل ثانيتين وقت ما سيادتك عايزها. مثال تاني هو كل جديد فيه ان احنا استخدمنا الدالة بتاعت التحويل اللي انا كنت بشتغل وبعد كده عملت مع الراوند. مش شرط بقى ان انا احاول عشان اعرف ممكن بحاول عشان اعمل ديتكت لحاجة معينة او ازود حاجة او اقلل حاجة فاحطها زي ما انت عايز. وساعات بقى بيبقى ان انا كنت بشتغل ده وسيلة الخيال. لو جت مثلا لو جت رقم زي في الامتحان انا هديه لك. رقم؟ هو الرقم يكتب هو 27 يكتب لوحدها يعني لما انا اجي اقول لك عايزين نكتب على الاي سي دي رقم 5 ما انا مش هكتب الاسكي بتاع الخمسه هقوم حاطط الخمسه ما بين سنجل كوتيشن فالداله هتروح تجيب الاسكي لوحدها. لكن ديجري او الفا ما لهاش حرف في الكيبورد عشان اكتبه. حد عنده استفسار تاني يا جماعه؟ طبعا مش شرط بقى الادب بتشتغل ده داخل عشان اعرضه. ممكن يبقى ده انبوت لفوليوم، يعني ساعات مثلا بتبقى انت عايز تزود سرعه المطور. بس انا عايز ازود سرعه المطور مش هجيب سويتش اب اقعد ازود عليه عشان السرعه تزيد او دون عشان السرعه تقل. واقوم عايز جايب مقاومه متغيره مثلا وعايز لما ازود بيدي كده اكني بعمل فوليوم كده السرعه بتاعت الموتور تزيد وكده السرعه مثلا بتاعت الموتور تقل. او ان انت عايز تتحكم في شده الصداعه فانا بزود وبقلل فالحاجات دي كلها هتبقى ادب بوتيشن لان انا هجيب مقاومه متغيره وحسب اللعب في الاكس بتاعها فانا هغير في قيمه الجهد اللي داخل وطالما الجهد اللي داخل ده هروح اشيك عليه احوله لادب بوتيشن واستخدم الجهد اللي داخل واخش في رنجات بقى لو الجهد ما بين كذا وكذا اعمل كذا يعني مش شرط الادب بوتيشن دي تبقى جايه من سنسور ممكن تبقى جايه من مقاومه متغيره انا بغيرها عشان اعلي درجه حراره، اعلي مش عارف سرعه الدور، اعلي شده الصداع او اقلل حاجه معينه كاحد انواع السليكشن. لن يختلف الكوبتين دول هيختلفوا لو كان رينج الجهد مختلف مش هفرق من 0 5 الجمله دي بطبيعه الحال لازم هتختلف باختلاف الترانسفير فانكشن بتاعت حتى انا
هنبدا نخش في مجال البلس ويس ديوشن. طبعا في مثال جه في الامتحان قبل كده اعتقد موجود عندك في الكتاب دولت في البي بي سي ما اعرفش قبل كده برضه اللي هو ثلاثه جنريتور وعايزين نفصل مشغل بناء على اللود. يعني عندي جنريتور اسمه جي 1 وجنريتور اسمه جي 2 وجنريتور اسمه جي 3. نعم؟ بعد الأرض. لا مش بعد الأرض. إيه المسألة في الامتحان؟ نعم؟ إيه المسألة في الامتحان؟ ده سؤال من الامتحان اللي هو بتاع الألوان؟ بتاع الألوان. لا لا دول ثلاثة. نفس الألوان بقى. لا 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 انتوا جبتوا بتاع الشوكولاته باين ولا ما جبتوش؟ انا جبتها هنبقى صادقين بقى مثال في مثال عندك في الكتاب وجا في الامتحان قبل كده مثال تافه هو انك انت عندك ثلاثه جنريتور جي 1 جي 2 جي 3 قطر ده 150 كيلو وده 150 كيلو وده 150 كيلو 150 كيلو واط 150 كيلو واط 150 كيلو واط. لو ضغطت سيادتك على السويتش اللي اسمه ستارت اللي بيشغل جي 1 ولو ضغطت على الستوب بيوقع التلاتة. وجبنا سنسور انالوج مخصوص عشان يقيس الباور. طبعا على فكره احنا ما عندناش سنسور بيقيس باور. هو سنسور بيقيس باور يا تيار. فانا من خلال قياس النور والتيار هقدر احسب الباور لكن ما عندناش سنسور باور عشان كده السؤال كان موجود بارتيكولار سنسور يعني سنسور مايك ده بشكل ما عشان يقيس الباور. السنسور ده بيخرج من زيرو ل 5 فولت ومن زيرو ل 500 كيلو وات. قلت لك برمج عشان نحمي الشبكه من انهيار. طبعا السنسور بيقيس باور من زيرو ل 5 فولت ومن زيرو ل 500 كيلو وات فانت عشان تقيس الباور ده اكيد هيبقى سنسور مالو. انا فهروح اجيب السنسور الانالوج ادخله على الار دي زيرو في البلد الحسابات دي بتاعتنا كلها بس الاختلاف انك انت 500 كيلو يعني 5 فولت هتقابل 500 كيلو يبقى البي ادم هيقابل كام كيلو وبالتالي بدل التمبريشر دي هتبقى كيلو وات او اللود. طبعا المعادله هتختلف. طيب هو عايز بقى ان هو يشغل ويفصل بناء على الاحمال. هتخش بقى في سيريس من الاف احنا مش عايز اعرف انا عايز بس اشوف لو اللود زاد او قل هشغل انهي جنريتور. ده سيريس بقى من الاحمال او الاف. والله لو اللود اقل من 150 كيلو يبقى اللي اشتغل بس مين؟ جي 1. طب افرض اللود زاد عن 150 طيب ولا زاد عن 150 قوي يعني ولا زاد عن 150 بحاجه بسيطه؟ اقل يبقى دي رينج. ان اللود لو زاد عن 150 كيلو ولا زاد اقل من كام؟ من 300 كيلو فجي 1 وجي 2 اللي هيشتغل. طب لو اللود زاد عن 300 كيلو يبقى جي 3 ماله؟ هيشتغل معاه. فاهمين يا جماعه ولا طب لو زاد خالص بقى وصل زاد عن 450 كيلو يبقى هتوصل لكده. يعني مش دايما انا الكوليشتر لازم اعرف يعني مثال تافه اهو انا بس خدت الاشاره وشويه افات عشان اشيك وشغل ابص. دكتور لو عايزين نوزن الجهاز بتاع نعم نوزن الجهاز بتاع مفيش مشكله هو انا بسلمه في الفايل ان شاء الله. اه هجيبه لكم. هل في مشكله يا جماعه؟ حد عنده استفسار؟ تعالوا بقى ناخد البلس ونسى. عايز تتحكم في شده الحراره اللي الهيوت اللي خارجه منه.
عايز تتحكم في شدة استضاءة لمبة دي سي، عايز تتحكم في دي سي تو دي سي كونفرتر، يعني انت لاقي كده مثلا عندك بطارية 12 فولت وعايز انزلها مثلا ل 5 فولت مش عايز اجيب ال ليفل، او جايب بطارية 12 فولت وعايز ترفعها ل 48 فولت بدون ما تجيب اي ابلكيشن من الامبليفاير. طبعا انت عارف ان في حاجة اسمها الستيب اب والجو اللي هي البوست كونفرتر، وستيب داون اللي هي الباك كونفرتر، ولا انت ما تسمعش الحاجة دي؟ اتكلم براحتك يعني. المهم يعني اي حاجة دي سي في الدنيا، اصل انا ممكن اجيب بطارية 12 وارفعها ل 48 وشغل. شوفش كده دوائر جاهزة كده يقول لك ايه؟ داير بوست من 12 فولت ل 48 فولت، تحول من 12 ل 48 او تحول مش عارف من 3 ل 15 ولا انتم المهم ان الباس ويتس كريشن ده تكنيك مشهور جدا راشد في اي حاجه موجوده سواء باور او كنترول. طيب التكنيك بيعتمد على ايه؟ التكنيك بيعتمد ان بدل ما الساكه بتديله 12 فولت ثابت 48 ثابت هو اكبر الفولت اللي انت بتديله، فلو هفرض ان انا موضوع عشان تبان لبعض الناس، لو فرضت ان انا عندي موضوع 12 فولت، الموتور ده لو انت اديته 12 فولت فدي السرعه خلاص الثابته بتاعته دي المكسب. لو انا عايز اتحكم في سرعه الموتور فانا عارف ان بالنسبه للدي سي ان السرعه بتتناسب مع الجهد. انت سيادتك لو قللت السرعه سوري قللت الجهد السرعه تقل او زودت الجهد السرعه تزيد. ولكن ليس معنى ان انا اقلل الجهد ان هو بدل ما يبقى 12 اديله 6. هو فعلا لو 12 واديت له 6 السرعه تقل. ولكن ده بناء على الترك، خلاص بقى الموتور ده في بعض الاحيان ممكن ما يلفش لان الترك هيبقى قليل، لانك قللت الجهد في التيار قل وانت عارف ان الترك بيتناسب مع الدرجه. الحل ايه؟ الحل ان الساكه بدل ما تديله ال 12 فولت دول ثابتين تديله ال 12 فولت دي متقطعه، بحيث ان ال 12 فولت دي تديله كهرباء 12 فهو هياخد سرعته، هتيجي تفصل الكهرباء هو مش هيلحق يقف لان هو لسه على بال ما يهدي، هترجع ساعتها تديله تاني كهرباء هيلف بسرعه وبعد كده يهدي يلف بسرعه ويهدي. طبعا الكلام ده بيبقى سريع جدا انت ما تلحقش تشوفه، يعني على الاقل على الاقل البلصات دي بتبقى بتردد 1 كيلو هرتز، يعني ساعتها بتديله البلصات دي 1000 مره في الثانيه، يعني الموتور ده 1000 مره في الثانيه بياخد بلصات، فانت لا هتلحق تشوفه بيهدي ولا هتلحق تشوفه سرعته بتزيد، انت هتشوف ان متوسط السرعه بتاعته 1000. ولو عايز اقلل السرعه اكتر فانا هقلل فتره وجود الكهرباء، هنزل جديد كمان بحيث ان تبقى فتره وجود الكهرباء اقل من القيمه الموجوده، فتره قلت فتره ايقافه اكتر وبالتالي السرعه بتاعته بدات تنزل، وبالتالي مقياس سرعه الموتور او مقياس شده الاستضاءة او مقياس كميه الحراره اللي موجوده هي ناتجه من عرض البلص اللي سيادتك هتحطه. هي البلص دي عرضها كبير ولا عرضها صغير؟ فسموا التقنيه بلص ويل سيميوليشن لان التقنيه هتعتمد على تغيير في عرض البلص. طيب ايه البارامترز اللي انا محتاجها؟ اعتقد لو انت محتاج تغير عرض اي بلص في الدنيا فانا محتاج حاجتين. الحاجه الاولانيه محتاج اعرف الفريكوانسي اللي سيادتك هتشتغل بيه، انت هتخرج الفريكوانسي ده قد ايه؟ طبعا باي حال من الاحوال وظيفه بتعمل كنترول عليه المفروض الفريكوانسي ده ما يقلش عن 1 كيلو هرتز. لو انت شغال في المواتير غالبا الفريكوانسي ده مثلا ممكن يبقى من 1 كيلو ل 5 كيلو. لو قللت عن كده تحس ان الموتور بيقطع. لو زودت عن كده ممكن الموتور ما يلحقش يشوفك. في بعض الابلكيشن اللي محتاجه فاست سويتشنج ممكن التردد يوصل ل 30 كيلو 50 كيلو 100 كيلو، فهي حسب سيادتك انت ناوي تشتغل في ايه، فانت بتحدد رينج الفريكونسي اللي انت هتشتغل عليه. طيب ده الفريكونسي. البلس دي عباره كام بقى؟ والله البلس دي لو فرضنا ان زمن وجود الاشاره هو تي 1 وفتره عدم وجود الاشاره هو تي 2، فانا اقدر اقول ان الزمن الدولي اللي هو عباره عن تي 1 زائد تي 2 اللي هو نفسه مقلوب الفريكوانسي. وده كل الزمن الدولي بيبقى التايم واحد على الفيريوس تايم يديني الفريكوانسي وده تي 1 وتي 2.
ولو انا حبيت اجيب فاكتور جديد فالفاكتور الجديد ده هيبقى اسمه الديوتي سايكل. والديوتي سايكل دي هو حاصل اسم فتره وجود الاشاره على الفتره الكليه. يعني دي بالنسبه للكل قد ايه؟ هتطلع نسبه 5% 2% 10% حسب النسبه بتاعتك. فلو فرضت ان النسبه 50% فدي معناها ان الاشاره دي نص دي، يعني فتره وجود الكهرباء نص فتره او مساويه لفتره عدم وجود الكهرباء. وبالتالي لما تكون فتره وجود الكهرباء مساويه لعدم وجود الكهرباء فانت شغال بالسرعه المتوسطه. الكهرباء موجوده في نفس الفتره اللي هي مش موجوده. وبالتالي ففي الحالات دي رغم انك انت عامل بيوت سايكل 50% الا ان سرعه المرور هتبقى 50%، ما هي دي ودي. ولو انت شغال بحاجه زي كده تقريبا انت شغال بيوت سايكل 25% يعني دي ربع الفتره الكليه. فلو انا اديت دي للمطور يبقى انت بتدي الكهرباء للمطور ربع الفتره الكليه، يبقى كده المطور هيلف مين؟ بربع السرعه بتاعته، فاصبح مقياس الديوتي سايكل هي مقياس الكنترول اللي انت عايز تعمله. يعني لو انا عايز الف الموتور 80% من سرعته اديله ديوتي سايكل 80%. عايز الفه 70% اديله 70%، عايز الفه بسرعه 20% من الماكسيمم سبيد الفه بسرعه 20% من الماكسيمم سبيد. معايا مش معايا؟ التكنيك اللي هيعمل ايه؟ ده تكنيك موجود في المايكرو كنترولر عشان نبدا نخرج البلصات دي. طب انت عشان تخرج البلصات دي محتاج ايه؟ محتاج حاجتين. محتاج الفريكونسي عشان اعرف اشوف البلصات دي هتخرج فريكونسي كام؟ ومحتاج الديوتي سايكل بس فتره وجود الاشاره للفتره الكليه عشان ابدا اخرج. طب قبل ما نبدا نشوف السوفت وير. طب الهارد وير هشتغل ازاي؟ لو انا عندي موتور دي سي وعايز اشغله. لو انت هتشغله اون اوف احنا عملنا له ريلي قبل كده وحطيناه له ريلي وشغال. بس طبعا لو انت هتشتغل كنترول على السبيد او هتشتغل بالس سيميليشن فالريلي هيفشل. ليه الريلي هيفشل؟ عشان الفاست سويتش. لان الريلي مش فاست سويتش. الريلي هياخد فتره كبيره على بال ما يفتح، هياخد مثلا حوالي 500 ملي سكند على بال ما يشتغل. 500 ملي سكند عشان ده يفصل وانا شغال بتردد على الاقل 1 هرتز وبالتالي الريلي هيفشل. امال الحلول الموجوده عندك ايه؟ والله لو كان ده موتور دي سي فالحل قدامي ان انا اروح اشغله بترانزستور. ان انا هشغل الموتور هنا هديله هنا الكهرباء ال 12 اللي هو عايزها واروح احط هنا ترانزستور موجود وادي البيز بتاع الترانزستور المفروض هيتحط عليها البلاصات بتاعت البلاص ويزنج. طب مش معنى ترانزستور؟ يعني الترانزستور ولا يا جماعه؟ فاست سويتش. ترانزستور سريع هيبدا يعمل فاست سويتش اللي هيفتح ويقفل بسرعه. على اختلاف بقى مع الترانزستورات. عايز سرعه عاليه قوي يبقى الفي جي تي ما ينفعش، كمان الانترنال ريزيستنس بتاعته كبيره خلاص هات موسف. طيب الموسفت اه الموسفت موسفت فاست سويتشنج الانترنال ريزيستنس صغيره هاي باور عشان استخدمها. ابدا بقى وايد وشوف انت هتحتاج ايه بالظبط. فابدا اشوف احط اللي هنا الجزء اللي انا عايز اعمله عشان اعمل بيه التشغيل. هيفشل الريلي لانك انت محتاج سرعه، محتاج فاست سويتش. طيب لو انا محتاج للموتور كمان اتحكم في اتجاهه، يعني انا مش عايزه يلف بسرعه متغيره، انا عايزه يلف بسرعه متغيره وكمان اعمل كنترول على الاتجاه بتاعه. والله لو انت هتعمل كنترول على الاتجاه بتاعه والسرعه فانا ممكن بدل ما كنت بجيب الدير ريلي اجيب دايره اللي احنا بنسميها بريدج بريدج. فاروح اجيب الاتش بريدج المعتاده ده البي سي سي وده الارضي وده الموتور. طبعا يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 ما اعرفش انتوا خدتوا الاتش بريدج قبل كده في اي حاجه يا جماعه. اللي هي عباره عن اربعه ترانزستور بس بيشتغلوا قطري اللي هو لازم واحد مع اثنين وثلاثه مع اربعه. يعني واحد واثنين لما بيشتغلوا الواحد ده بيديني شورت يخلي لي هنا الموجب والاثنين لما تشتغل بيحط لي هنا سالب فبيلف في اتجاهي.
بينما لو انا عايزه يعكس الاتجاه ما بشغلش واحد اثنين، بشغل ثلاثه واربعه. فلما اشغل ثلاثه واربعه يبقى ثلاثه دي هي اللي اصبحت متوصله بالموجب، واربعه هي اللي هتوصل السالب، وبالتالي البولاريتي اتعكست، وبالتالي هيلف في اتجاه الواحد. يعني لو عايز ثلاثه اتجاه واحد ثلاثه والثاني اربعه؟ لا، لو واحد واثنين مع بعض اتجاه، وثلاثه واربعه مع بعض في اتجاه. اللي انت تعمله انت ممكن تعمل قفل. ده كده لو انا بعمل كنترول على الاتجاه. ميزه الكنترول على الاتجاه ده بدل ما احط الميل ريت منفصل شويه، لان انت شغال على ترانزستورات، يعني مجرد ما تديلها الاشاره تبدا تشتغل. طيب لو انا بقى حبيته يمين وشمال، وحبيت ان هو يبقى بالص ويطلع، يبقى الترانزستورات اللي هتشتغل دي تشتغل بالص ويطلع. يبقى بدل ما كيو 1 وكيو 2 كانت بتتحط عليهم اشاره مستمره، اروح احط عليهم بلصات حسب الفريكونسي. وبدل ما 3 و 4 كانت هتشتغل على اشاره مستمره، اروح احط عليهم بلصات عشان تشتغل بالفريكونسي ده. يبقى انت هنا محتاج كام خط بلص ويتس؟ 2 واحد هيروح على 1 و 3، 1 و 2، الثاني هيروح على 3 وكام؟ 4. ده لو انا عايز اعمل كنترول على الاتجاه والسرعه. طب انا الاي سي بتاعتي ما فيهاش غير بالس ويتس واحده، اعمل ايه؟ بص، لو انت عايز تستخدم بالس ويتس واحده تعملها كنترول على الكلام ده كله، يبقى انا اعمل كنترول على الكود اللي داخل. الكود اللي داخل ده هعديه على ترانزستور قبل ما يخش، وده اللي هديله البالس. ولي ده ولي ده. ودي ودي ده قطع كهرباء. سواء ده اللي اشتغل او ده اللي اشتغل، هي كده كده الكهرباء رقم مقطع. خلاص يبقى المفروض هعمل كنترول على السبيد باستخدام بالس ويتس واحده على الباور، ولكن مش على الترانزستورات اللي موجوده. هل في مشكله يا جماعه؟ ده كده لو انا حبيت اعمل كنترول على الموتور سواء سرعه او سرعه. طبعا الشبريت دي بتتباع لوحدها، موجوده تعتقد بتتباع. طبعا انت محتاج انك تحدد الامبير بتاعك، لان الامبير بيمر في خلال الترانزستورات دي عشان يمر للموتور. بالتالي محتاج ان هي تبقى هاي سبيد شويه، او محتاج الامبير بتاعها عالي. الامبير بتاعها مش عالي، اشتري انت بقى واعملها على ايدك. اشتري انت اربع ترانزستورات سواء نصف او خلاله، ووصلهم عشان تشتغل وتبدا تعمل. الناس بقى بتوع المايك او سي كتر خيرهم قالوا ايه؟ قالوا لو انت عايز تعمل بالز ويتس انفليشن، عملنا لك اربع دوائر. اربع دوائر زي الفل، استخدمهم عشان تبدا تخرج البالز ويتس انفليشن اللي انت محتاجه. لو انا هعمل كنترول على البالس ويتس انفليشن، الدوال عباره عن ايه؟ اول داله اسمها بالس ويتس ريجوليشن اكس اندر سكور انت. ايه بالس ويتس ريجوليشن اكس دي؟ اصل الاي سي اللي احنا شغالين عليها فيها وحدتين. انا همسح ده يا جماعه بس. اللي احنا شغالين عليها كان فيها منتين، بين اسمها الار سي 1 وبين اسمها الار سي 2. الار سي 1 كان عليها الكابشر كومبير بالس ويتس ديفينيشن 2، ودي الكابشر كومبير بالس ويتس ديفينيشن 1. عندي منتين اقدر اخرج من عليهم البلصات اللي انا هتحكم في العرض بتاعها. اخرج بلصات بالس ويتس. فتمني في منتين، فالفانكشن دي بتحدد انت هتستخدم دي ولا دي. يعني بالص ويتس كومبينيشن اكس انت هتستخدم السي سي بي 1 فتبقى بالص ويتس كومبينيشن 1، ولا هتستخدم السي سي بي 2 فتبقى بالص ويتس كومبينيشن 2. امال دي بتعمل ايه؟ دي بتبقى بين قوسين الفريكونسي يعني بالهرتز اللي الساكن ده بتشتغل عليه. احنا قلنا دي حاجه مهمه عشان نعرفها. انت لو شغال بفريكونسي كام؟ سي مثلا هشتغل بالدور وطير، غالبا ما كنتش محتاج عاديه، ما كنتش محتاج فريكونسي كبير، اخر كيلو مثلا سي 5 كيلو. فانا اروح اقول له انا عايز باوند سويتس ديليشن واحد، استخدم السي سي بي 1 اندر سكور ايمن، وعايز تلاطم 5000 اللي هو 5 كيلو. حددنا الفريكونسي. تعالى بقى عشان نحدد الديوتي سايكل. طب الديوتي سايكل دي هتتحدد ازاي؟ اثنين فانكشن اسمها بالز ويتس مودوليشن اكس اندر سكور ست اندر سكور ديوتي. هي ممكن من صوت يقول بالتالي واحد يسميها ست، واحد يسميها تشينج.
فسيانيا يعني سيت بيوتي واحد زمان شينج وبنحط ما بين قوسين هنا ساعتها نسبه البيوتي سايكل. بس البيوتي سايكل لما بتتحط ما بتتحطش نسبه مئويه، هي بتتحط قيمه رقميه من زيرو لحد 255. الريشيو اللي بتتحط هنا من زيرو ل 255 اللي هي مقابل ان البيوتي اللي هتتحط هي عباره عن نسبه البيوتي سايكل اللي سيادتك عايزها على 100 مضروبه في 255. مش فاهم، انا عايز بيوتي سايكل 50%. مضروب 50 يبقى 50 على 100 في 255 تطلع 127.5. هي القيمة دي ما تنفعش رصاص، هي 127 يا 128. خلاص يبقى انا هاجي من قوسين احط 127. فلما بحط ما بين قوسين 127 فدي معناها ان السايكل كام يا جماعه؟ 50%. 50%. طب مش معنى نزلت 255 لان ليها ريجستر جوه المايكرو كنترولر 256 احتمال هو اللي يحدد البلس ويز. عايز 100% 255، عايز 10% 25.5، ما عندناش نص يبقى 25 يا 26. حدد بقى الديوتي سايكل اللي انت عايزها اللي اسمها بالس ويز ديليشن سيت ديوتي. طيب احنا حددنا الفريكونسي وحددنا الديوتي سايكل، يا ده بقى ايه؟ قطع كده هيقطع. خرج بقى البساط يبقى دي الداله الثالثه اللي اسمها بالس ويز ديليشن اكس اندر سكور ستار فقط، ودي الفانكشن اللي بتبدا في اخراج البلسات. فربنا بقى عمل بلسات، يعني انا في البدايه بظبط الفريكوانسي وبعد كده بظبط الديب سايكل خرج البلسات. طب افرض خرجت البلسات بقى وخلصت ومش عايزه تشتغل، خلاص يبقى دي الفانكشن الرابعه والاخيره اللي اسمها بلس ويتس ميجريشن اكس اندر سكور ستوب. دي فانكشن بتستخدم عشان توقف وتلغي روح البلسات بتاعت البلس ويتس ميجريشن. هل في مشكلة يا جماعة؟ هنبعت لهم جواب شكر إن شاء الله، اللي هما إيمت، حد كويسي، سيتي، حد سايكل، ستار وستوب عشان تشغل الموضوع ده اللي هو البرمجة اللي جاي. حد عنده أي استفسار؟ تعالى بقى ناخد المثال. من واحد ل
الاثنين فولت عايزها 40%، من 2 ل 6، من 2 ل 4 ل 3 لا من 3 ل 5 عايزينها 5 مراحل كل جهد ضعف يعني زي ما احنا من 1 ل 3 هتبقى 60%، من 3 ل 4 هيبقى شغال 80%، من 4 ل 5 هيبقى شغال 100%. مثلا عايز كل ما ازود سنه السرعه تزيد. ممكن بشكل تاني حسب قيمه الجهد الدوكسايد مالها تختلف. اعمل الرينج بقى بتاعك اللي انت عايزه، يعني انا هنا عايز 3 سرعات. واحد تاني يقول لك لا انا عايز الرينج يبقى اعلى من كده، انا عايز السرعات اكتر من كده. خلاص شوف من 0 ل 5 فولت هتقسمهم كام تدريج؟ من 0 ل 5 فولت هتعمل كام تدريج؟ وبناء على الكام تدريج ده شوف هتقسمهم، يعني مثلا من 0 ل 5 فولت انا عايز 20 سرعه. لو من 0 ل 5 فولت 20 سرعه يبقى انت هتقسم كل ربع فولت. يبقى من 0 لربع، ومن ربع للنص، ومن النص ل 75%، ومن 75% لواحد فولت. دي مثلا 20 سرعه يبقى 20 على يبقى دي 5% سرعه، 10% 15 20 25. الناس فاهمه انا بقول ايه؟ ايوه. وابدا بقى خش بشويه افات او اظبطها بقى بعمل معادله حسابيه للجهد اللي يطلع لك، شوف كام مضرب وكام مضرب بالظبط كده تطلع حسب القيمه اللي انت عايزها. هم هنختلف في البرمجه بس الاليه في النهايه واحده. طيب خلينا في النهايه نستخدم هذا طيب تعالى نبدا بالبرمجه. ادي الايه؟ في رابط دول هتستخدمه؟ بورت سي وبورت ايه؟ بورت سي كام؟ يبقى احط في الدرس سي سمول. بورت ايه ده؟ الديفولت ده. انا الديفولت انا. طيب هظبط الانشاليزيشن بالبالس ويتس. بالس ويتس ريليشن 1 اندر سكور انت، انا هشتغل بتردد 5 كيلو. حد عايز يسال حاجه؟ لسه ايه ما تتكلمش كويس؟ انا لسه قايل دلوقتي هي المضاد الديفولت ان هي ام. وبورت ايه الديفولت ان هي انا. والايه بيكون 1 الديفولت مو بصفر. خلاص يبقى الديفولتات، بس انت ما تشتغلش في الامتحان على الديفولتات. انا بس اشتغل هنا على الديفولتات هنا، لكن انت في الامتحان لازم تكتب، لان انا في الامتحان مش هبقى عارف انت نسيتها ولا ما كتبتهاش. لا هو الطبيعي دلوقتي في الدنيا انك بتختار سوق النيه. يبقى بص بص دي شغاله خلاص، احنا كده شغلنا الفريكونسي 5 كيلو. هتعمل ايه؟ هحول الامر ابتدائي في الاول هقرا الامر ابتدائي يبقى هقرا اي بي سي اندر سكور ري ايرا تشين زيرو واحط الناتج والريزلت. هعرف بقى الريزلت ايه؟ انت الريزلت دي فيها رقم ومستوى، هتروح تضربها في كام؟ 84. طيب الريزلت دي هروح اضربها في 84% عشان تجيب لي الجهد الادرك اللي داخل. خلاص ما انا معايا الجهد اللي داخل، ما هو اللي داخل جهد اصلا مش مالهاش تفاصيل فانكشن، هو الجهد اللي داخل. خلاص انا اصبح معايا الجهد اللي داخل فيه انا، هتعمل ايه؟ ده اللي انا هحطه اسم بقى. هل الفي انا تقريبا من 0 ل 1 اكبر من 0 و الفي انا أقل من أو تساوي 1، في أنا أكبر من 0 وأقل من 1. ألف دي ألف دي أو أقل من 1000 ليه؟ من مليون. هو السكيل كان بالمليون، فالواحد فولت دي هتبقى 1000 مليون. لو هي في أنا دي هتعمل إيه؟ خلي السرعة 20. هروح أقول له بالز ويتس موديوليشن 1 اندر سكور سيت ديوتي، هتحط نسبه كام؟ 20% 20% 55 يعني حوالي 50. اه 55 لما تحسبها على 5 يطلع 51. 51 يطلع 54.
ممكن بقى تفتح منزل اسمه ديوتي وتحط فيها 51 وفي الاخر تبقى واحده بس بلس ديستنيشن سيت. البرمجه بقى مختلفه، ببرمج على الالجوريزم يعني. طيب بلس ديستنيشن خلاص انا كده ظبطت الديوتي سايكل بتاعتها وممكن اقول له ستارت او اخليها ستارت واحده في الاخر. طيب اذا ما قفش اذا ده ما قفش هتعمل ايه؟ الاكشن دي كده مثلا حاطين ايرس. إذا كان الفي أنالوج أكبر من الألف والفي أنالوج أقل من تساوي 2000 هتبقى بونس ويس ريجريشن واحد أندر سكور دي 20% يعني 2102 40% ويبسف هي نفس الجمله هتتكلم بس هنا كانت 20% 40% هنا هتبقى 6% اللي هي 4.02 60% صح كده؟ 60% اللي هي 3 اللي هي 3.51 80% اللي هي 4.02 وده 255 بعد ما تخلص خالص بلس ويدث ريجريشن واحد ستار نحط ده في الواي بقى عايز الكلام ده يتكرر باستمرار؟ اه خلاص يبقى انا حاطه في الواي بقى عايزه يشيك كل فترة زمنية احط ديلي مش عايزه ما يشيكش. شوف الحاجات اللي احنا استحدثناها ويظهر فيها تبقى انتجر انسايد وعندي في انا اللي هتبقى بس ادي البرنامج مجرد مقاومة ان انا هزودها بعمل كنترول على هل نفس المسألة دي نقدر نغيرها ان المقاومة دي لو جبتها يمين لو الجهد زاد عن 2.5 تديني رينج سرعات والموتور يلف يمين او لو قل عن 2.5 تديني سرعات والموتور يلف شمال. هي دي مش هتتغير بس التوصيله دي جابها برنجات والموضوع هتتغير. ساعتها دلوقتي هيبقى في عندك كام خارج بالانس ويتس؟ اثنين يا اما واحد والعب في خارجين يعمل انيبل لده يعمل انيبل لده. ساعتها لو الجهد زاد عن 2.5 هيبقى في رنجات جهود 20% 40% 80% يمين. ولو الجهد قل على 2.5 مثلا 20% 40 مش عارف كام شمال. معايا يا جماعه؟ الموضوع ما عادش فيه مشكله. انت بتشوف بتحدد هتعمل انشتراليزيشن الفريكونسي كام وبتحدد البيوت سايكل وسهل بقى ان انا ابعت يمين وشمال بناء على الترانزستورات الاربعه هيتحطوا على بنات صح؟ الريليهات؟ لا الترانزستورات مش هتحط على بنات. الترانزستورات الاربعه كل اثنين هيتوصلوا ببعض في نهايه ما عندي شرطين وعلى بنتين واحده هتروح على السي سي بي 1 اللي على الار سي 2 واحده هتروح على السي سي بي 2 اللي هي موجوده على الار سي 1 يعني انت بحيث ان ده هيعمل انيبو للاثنين وده هيعمل انيبو للاثنين. جميل الكل ولا Thank you.
طب افرض ال 256 دول ما كفوش مايكروشيب بتتيح انك ممكن تستخدم الجزء الباقي في الفلاش ميموري. الفلاش ميموري عندنا 8 كيلو مثلا. 8 كيلو يعني 8 في 1024 يعني حوالي 8096 لوكيشن. هو انت البرنامج بتاعك هيقفل 8096 لوكيشن؟ يكون كاتب برنامج صغير او برنامج تافه او حاجه، فانت كل اللي انت استخدمته انك انت حطيت هنا 2 كيلو او 3 كيلو وبقيت الفلاشه فاضيه. فهم يقول لك طالما بقيت الفلاشه فاضيه ليه؟ طب ما انت بقى الفلاشه دي هي اي برو بس سريعه شويه. فممكن لو دي اتمدت يتيح لك انك تروح تخزن فيما وراء البرنامج، خزن هنا داتا. فاصبحت بتعامل بقيه الفلاشه وكانها اي برو. بس ميزه الفلاشه بتاعت مايكرو تشيب ان العرض بتاعها 13 بت، مش فاكر 13 او 14 14 العرض بتاعها 14 مش 8. عشان كده لما يجي يقول لك مش عارف 8 كيلو ما بيبقاش 8 كيلو بايت، يقول 8 كيلو ولت. على فكره مصطلحات الديجيتال مهمه قوي، وولت مش معناها 16. احنا اصطلحنا انها 16 لكن كلمه وولت بتطلق على الويتس الغريب اصلا. يعني لو انت عندك 12 بت يقول لك وولت، لو انت عندك 14 يقول لك وولت، 16 وولت اللي هي الوولت الغريبه اللي هي العدد الحجم الغريب. فلما تيجي في الداتا شيت يقول لك ايه 8 كيلو وولت، 8 كيلو وولت على اساس ان هي 8 كيلو الخانه الواحده مش بايت، الخانه الواحده عباره عن 14 بت. تحسب ان هي اقدار التخزين. تمام يا جماعه؟ طيب هتتعامل معاها ازاي؟ منطقي جدا عشان اتعامل مع اي اي جروم. انت عايز تقرا ولا تكتب؟ تكتب. طب لو انت عايز تكتب محتاج ايه؟ اللوكيشن ده قلم. ده قلم عشان لو انت عايز تكتب فانت هتحتاج حاجتين. محتاج الداتا اللي انا هكتبها وهتكتبها فين؟ فانا محتاج الادرس بتاع اللوكيشن اللي لو اخزن فيه والداتا اللي هخزنها. عشان كده هم عملوا فانكشن اسمها اي اي بي روم اندر سكور رايت. الفانكشن دي بتاخد حاجتين، اولا بتاخد الادرس، ثانيا بتاخد الداتا. اولا بتاخد الادرس فالداتا يديله الادرس اللي انت هتكتب فيه وبعد كده الداتا اللي انت ناوي تكتبه. يعني الفرق ان انا عايز اروح هنا عند العنوان 70 هكسا ديسمال وخزن 88 هكسا ديسمال. 88 بقى دي بتقابل الحرف، بتقابل داتا سيتنج معينه، درجه حراره وظيفه. يبقى انا اروح اقول له في بروم رايت اكتب في العنوان 0 اكس 70 اكتب 0 اكس 88. يبقى اكتب في العنوان ده الداتا دي. طبعا دي الداتا لو انت عارفها. طب افرض الداتا مش عارفها، يبقى دي مثلا هتبقى مخزن اسمه باص، مخزن اسمه تبن، مخزن اسمه سن، مخزن في القيمه اللي انت عايز تروح تخزنها. يبقى هنا هتبقى الادرس، هنا هتبقى الادرس، وهنا هتبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ هتبقى عباره عن الداتا اللي موجوده اللي انا هبدا ايه؟ اللي انا هبدا استخدمها. حد عنده اي استفسار؟ الداله الثانيه ودي اللي احنا بنسميها الاي اي بي روم اندر سكور بي. والاي بي روم اندر سكور بي انا خلاص كتبت فانا عايز اقرا. وده طبيعي لو انت مخزن حاجه في الاي بي روم، فانت المفروض كل مره لما تيجي تشغل الاي سي بتاعتك لازم تقرا الداتا اللي مخزنها عشان تعرف الحرارات كام والبرود كام اللي انا هشتغل عليه. فمنطقي جدا لو انت عايز تقرا محتاج ايه؟ ادرس. ادرس مكان الهرمون. فهي كفانكشن زي ما انت بتتكلم بتاخد ادرس فقط. هي بتحدد العنوان، بس هي لما بتحدد العنوان هترجع لك ايه؟ هترجع لك الداتا. بقول له بقى في العنوان ده الراوي، فبيراوي رجع لك الداتا. خد بقى الداتا دي بقى شايفها اللي انت عايزها. يعني انت مثلا عايز تروح تقرا درجه الحراره، درجه الحراره دي متخزنه في العنوان اف سي مثلا اكسس، يبقى درجه
اتغسلنا من المره اللي فاتت. خلاص يبقى انا هرفع اقرا الحراره خزنها هنا للتي اي اي بي روم اندر سكور ريد للمخزن 0 اكس اف سي اكس. طب هو بتسجل هيكس بس؟ لا انا كاتب هيكس بس عشان تفهم هو ما بيسجلش هيكس اصلا هو بيتخزن بايت. انا ممكن اقول له هنا بين قوسين هنا 70 70 دي ديسيمال او اقول له 0 باينري 1 1 1 1 0 1 مش عارف كام دي باينري. ممكن اقول له هيكس بس هي كده كده هتتخزن بايت. عارف الداتا طيب ازاي؟ نعم. الداتا طيب. الداتا طيب ما تعرفهاش لان انت اللي مخزنها. وانا اللي قلت له خزن مين؟ خلاص انا اللي عارف. هي مخزنها ديسيمال ولا مخزنها اكس او اكس. حد عمل استفسار يا جماعه؟ هل في مشكلتين مشكله في الدلتين دول؟ ممكن بقى يعني جاء مره في الامتحان قلت لهم في باسبورت متخزنه في اربع اماكن في الميموري في الايبرو اقراها وشيك لو شغاله او مظبوطه روح افتح بقى اليوتيوب والكلام ده. فطبعا هعمل ايبروم بي الديجيت الاولاني عنوانه وبعد كده عنوان الديجيت الثاني الثالث الرابع بقى معايا اربعه ديجيت. خلاص اروح اقرر الاربعه ديجيت دول بمين مثلا؟ اف الديجيت الاولاني كذا والثاني كذا والثالث كذا ولو حبيت بقى تعملها مقصود والكلام ده كله ما تقدرش. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ الفلاش نعم الفلاش الفلاش ليها تو فانكشنز ثانيين يعني ما تخش بس لسه لا في تو فانكشن تانيين للفلاش بس هما المايكرو سي غالبا ما بيبقوش موجودين اصدار من على مدار الليله مش موجودين. لكن انا ممكن اكتب من خلال الريجسترار بتاع الكروس يعني في مخزن اسمه اي مش مخزن ده ريجستر اسمه اي اي كل واحد واي اي كل اثنين. انا اصلا لما باجي اخزن في الايد هما ما بستخدمش دول اصلا. انا بروح للريجسترات بتاعتي الاي كل واحد والاي كل اثنين وريجستر اسمه الاي اي داتا بتحط فيه الداتا وريجستر اسمه الاي اي ادرس بتخزن فيه المخزن. دول ريجسترات جوه المايكرو كنترولر. انا بروح اتعامل معاهم مباشر عشان اخد مره واكتب امتى واقرا امتى والكلام ده كله. لكن انت منك بتبرمج هاي ليفل انت بس متوقف على مين؟ على الدلتين دول انا هعمل مين واعمل. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ صوت طيبين؟ خلصنا كده؟ اه الحمد لله. كده الثلاث الجاي خلاص عشان العمال. فاحنا كده الحمد لله خلصنا الكورس. يعني انا اديت اللي عندي هو الباسك اللي انت المفروض تاخدها. لسه بقى هديكم بقى اللي عندي تاني بقى حاجه تانيه. احنا في رمضان اقول لك بس يكون ايزي ميزي كده يعني هو ساعتين والله للاسف. مش عارف ايزي ميزي يعني حاجه هو يعني ازاي كل مره السبت لو عايز السبت بتاع الاسبوع مش جاي
ريبورتنج بروجكت او لو انت هتبقوا جاهزين على الاسبوع الجاي في البروجكت كله لا 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 طب الاسبوع اللي بعديه على يوم السبت ان شاء الله اللي هو هيبقى احنا الثلاث واحد طب لا اسبوع ثلاثه اربعه خمسه يلا خمسه السبت اللي هو اول الاسبوع اللي هو اخر اسبوع قبل الدراسه اللي هو هيبقى يوم 5/5 بدل ما نقعد اليوم الثلاث امتحاناتك تبدا احنا عليه انا قصدي لو بقت السنه كويسه ده هي كويسه احسن او وصلت الكورس اللي انت هتقعد حاجه اصلا لا والله بس النيه Thank you.